مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئكم بالعيد الوطني وكل عام وأنتم بألف خير. والآن نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة في بداية هذا الأسبوع. سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، وبشكل عام أجواء حارة في معظم مناطق المملكة مع وجود فرص لسقوط زخات من المطر في المنطقة الجنوبية الشرقية من المملكة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية يوما بعد يوم. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد تكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، في المناطق الشمالية الغربية العظمى 40 والصغرى 25، المنطقة الشمالية الشرقية 42-27 أجواء حارة، وكذلك المنطقة الشرقية والوسطى أجواء حارة، المنطقة الشرقية 40-27 والمنطقة الوسطى 41-30 والمنطقة الغربية 38-30 والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات من المطر 30-19 درجة مئوية. يوم الاثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية الغربية، وبالتالي بتكون العظمى 38 والصغرى 24 أجواء حارة لكن أقل من يوم الأحد، وحارة في المنطقة الشمالية الشرقية 41-24، حارة في المنطقة الشرقية والوسطى، الشرقية 39-28 والمنطقة الوسطى 42-30 والمنطقة الغربية ما بين 37-39 العظمى والصغرى 30، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 27-20 درجة مئوية. يوم الثلاثاء تنخفض الحرارة في المنطقة الشمالية، فبنلاحظ أن الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في الشمالية الغربية، والعظمى المتوقعة 37-24، كذلك المنطقة الشمالية الشرقية 38-23، المنطقة الشرقية أجواء حارة 39-29 والمنطقة الوسطى 42-28 والمنطقة الغربية ما بين 37-39 العظمى والصغرى 30، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر 28-19 درجة مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، أجواء حارة في الشمالية الغربية 38-25، 39-21 في المنطقة الشمالية الشرقية، المنطقة الشرقية 39-27 والوسطى 40-28 والغربية 38-39 العظمى والصغرى 30 مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، والمنطقة الجنوبية الغربية زخات متفرقة من مطر أحيانا، والعظمى المتوقعة 28 والصغرى 18 درجة مئوية. يوم الخميس أجواء حارة في معظم مناطق المملكة تقريبا، المنطقة الشمالية الغربية 39 العظمى والصغرى 26، المنطقة الشمالية الشرقية العظمى 40 والصغرى 26، المنطقة الشرقية 38-27 والمنطقة الوسطى 40-38 والمنطقة الغربية ما بين 37-39 العظمى والصغرى 30، والمنطقة الجنوبية الغربية تراجع فرص الأمطار وانحسار رقعة الأمطار، وبالتالي بصير الأمطار فرصة سقوطها ضعيف في المنطقة الجنوبية الغربية، والعظمى المتوقعة 28 والصغرى 17 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا أجواء حارة نسبيا إلى حارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 38 العظمى والصغرى 25، 38-24 في المنطقة الشمالية الشرقية، وأيضا حارة في المنطقة الشرقية 41-26، حارة في المنطقة الوسطى 40-27، وأيضا حارة في المنطقة الغربية ما بين 38-40 العظمى والصغرى 31، والمنطقة الجنوبية الغربية تراجع فرص الأمطار،
أجواء تقريبا معتدلة وغائمة جزئيا، العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، كل عام وأنتم بألف خير، نترككم في أمان الله.